يا مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم المسيان. مثل ما عودناكم دائما نتعلم اشياء جديدة وطرق جديدة في الصيد مع النوخ وذا بريان. راح نشوف شو مخبين لكم من تفاصيل في هذه الحلقة، خلكم معنا. مشاهدينا راح نتعرف وياكم الحين على توجه حلقتنا لهذا اليوم مع النوخ وذا بريان، وراح نشوف وين راح يودينا. يا مرحبا بك بريان. هلا هلا اخوي عمان، حياك الله. الله يحييك بريان. ابغى اعرف وين راح نروح اليوم. اليوم ما بروح بر، بس اليوم الحلقه تختلف شويه. اليوم احب المشاهدين يتعلمون الترديعات، الرداع، شو انواع الترديعات اللي بنستخدمها في البحر. بريان، يعني قبل كل شيء انت قلت لي اليوم راح نجرب شيء جديد. اكيد شيء جديد. انا متحمس. شوف شيء جديد، انا بقول لك شيء واحد. كل واحد بيقول انا بروح البحر، يربط اي ربطه بالميدار ويفر الخيط. احنا النواخذ عندنا ترديعات مختلفه. حلو. يعني مثلا حسب المايه، على حسب المكان، القوع اللي بنروحها لها ترديعه. مثلا بنشوف الشعري له ترديعه، الصال له ترديعه، الخريوله والقد له ترديعه، الشيء الثاني له ترديعه، لكل سمكه له ترديعه. زين بريان، قبل لا نروح تفاصيل الترديعات خلينا نعرف اول شيء شو معنات الترديعه. الترديع اخوي عمر، اخواني المشاهدين، ترديع الميدار. كم الميدار؟ الميدار العادي ترديع عاديه، الميدار بالريش ترديعة الريش، تدمينه حق الشعري يسمونه تدمينه، الخريول اللي فيه السيم هذا هاي ترديع حق الخريول او حق السمك الكبير هذا، وترديعات عاديه حق الصال ترديعه معينه يكون البل تحت والخيط معطاي فتره. يعني ترديعات مختلفة. ممتاز. يعني الترديعة اللي هي ربط الميدار أو نوعية الميدار في الخيط اللي راح نفره نحن ونصيد فيه. ينصيد. ممتاز. زين اليوم شو راح نتوجه اليوم؟ اليوم أول ترديعة راح نجربها. أول ترديعة ترديعة العادية. اللي كالعادة نصيد فيها، وبعدين ترديعة الريش. اللي هي أول ترديعة راح تكون بالخيط السبعين والميدارين. الميدارين. الأحجام العادية. الأحجام العادية للميدار العادي. الترديعة الثانية الريش. نستخدم ثلاثة لأنه هو ستة، أظني 600 دير، إحنا بنختار ثلاثة ومع المدور مع هذا، وبعدين ترديعة القد، بعدين ترديعة الصالة، بعدين تدمينة يسمونه تدمينة الشعري. وإن شاء الله المشاهدين يستمتعون بطلعتنا ويستفيدون من الترديعات هذه، يمكن يطلع واحد يعرف يردع فيهم. أنا هذا اللي أباه الحين، أباك تعلمني كيف أردع. أكيد أكيد، لأن الترديع له طريقة معينة، مو بأن تعال عشوائي وربط وناس أسحب. والله في ناس، أنا أقول لك طلعت يوم البحر يعني يستحي يقول أنه تعال ردع لي، مثلا يشغلك عن صيدي، يقعد بالحلق بالأسنان، هذا خطر لأن هذا ميدار يضربه كل شيء. شيء ما تقدر عليه، عندك نوخذه، عندك واحد قديم يا ودي الحتال فيدني على هالموضوع. صح، لها طريقة معينة بريان الترديعات، أو طريقة أكيد ربط أكيد. الخيط أو الميدار بالخيط. شوف الميدار له طريقة معينة وسهلة، تلفها كذا وتدخلها مرة ثانية وتطلعها بس. وفي ناس الهواء تعاني، وبحس آخر شيء بينسحب ويلا. لا وسمكة عودة الميدار روح، تبطل كل هالتعب وسمتة الحلج، وآخر شيء الميدار روح. زين بريان، نتكلم اكثر، يعني شو الفرق ما بين ترديعه الريش ترديعه العاديه، شو الفرق ما بينهم؟ شوف ترديعه العاديه ميدار عادي بتحطي فيه طعم. شو هو الطعم؟ العوق، العومه البريه، هاي ترديعه العاديه. ترديعه التدمينه العوق تحطي كذا، التدمينه لازم تكون العوق شويه كبير حق الشعري. حلو. شو يسمونه عندك الريش، الريش في ريش داخل الميدار ذهبي، وفي حلقه فسفوريه يعني حق السمكه، يعني كل شيء يختلف. وخاصه يعني اذا حطيت عوق كبير يجيب لك سمكه عوده، اذا حطيت كذا يعني على حسب السمكه اللي بتجيبها، لكل شيء تخصص. يعني بريان كل ترديعه لها صيد معين. لها صيد معين، احيانا شوف انا اقول لك الصال ترديعته معروفه. الشعري ترديعته معروفه، يا يعني انك تجيب شعري، واحيانا يدش عليك بالخط القد، القد يضرب على اي شيء. يعني اليوم راح يكون صيدنا او شيء راح نجرب مثل ما قلت الترديعة العادية. ايوه. وراح نكون بر. بر 8 ميل تقريبا. راح نكون بر. زين خلينا نتكلم عن الاشياء اللي نستخدمها في الترديعات. شو ممكن الادوات اللي نستخدمها؟ شوف اخوي، اول شيء
يوم بتردع انت شو يبالك؟ ميدار خيط. اخوي عمر بعد بزيدك من شعر بيت، اذا كان خيطك 70 اللي بين المدور والميدار هيكون 60 عشان تحسب النابر. 60 شو؟ انت عندك الخيط 70 اللي تمسكه فوق هي. الخيط من عند المدور للبلد يكون احيانا يكون 60. الخيط اللي نستخدمه في الترديع حبذا يكون 60، يكون اقل شوي، يعني لازم يكون سمكن. اصغر من الخيط اللي احيانا يكون سمكن اكثر لان بالريش يك اصغر. واخوي عمر بخصوص الاشياء، انت مثلا انت عندك خيط، شو يبالك عشان تسوي ميدار بلد كتر؟ هذا اللي يقص النزايد لازم تقصه، لو ما قصيته يشربك لك الخيط. حلو. سكين حق القص الجيم العوق ولا العومه او البريه، فلازم يبقى عندك هالاشياء هذه. وخاصه اخوي عمر يعني حبذا انك تردع تكون طالع وما تير نفس الناس اللي يردعون بالحلج، لان اقل شيء تبطل عنك شيء ابعد الحلج. صح. عندك الكتر تقدر تستفيد منه الطرق، تبى تسمت حطه بالكتر واسمت الخيط. تبى تقص تقص. في اسنان ما شاء الله على عندي ربع بالحلج. يعني ينصح انه ما نستخدم الا بالادوات. لازم يتبعونها امانا. حلو. لهم امانا وسيفتي لهم. بريان احس في تفاصيل يعني يمكن نخفى عنها ونغفل عنها، اللي هي المسافات ما بين الميدار والميدار. يعني احس انه ما بين الميدار هذا لازم تكون في مسافه معينه حسب نقدر نردع الميدار الثاني. الترديع العاديه يكون فوق تحت الكفه شويه بين البلد والميدار، يكون شويه الكفه شويه اصغر. التذميني يكون ذراع في البلد يكون تحت وفي مدور وبعدين يجيك الخيط ذراع عشان تلعب هاي العوق او العومه اللي تحطيها تلعب. والشيء الثاني الترديعه الثانيه العاديه يجيك مثلا لين النص الكف، يجيك شويه زياده يكون نفس الحجم ويكون بين اللي يسمونه البلد يكون شوي طويل. اليوم بريان راح نتعلم وياك الطريقه الصح في ان شاء الله الترديع. نعلم المشاهدين واخوي عمر وان شاء الله تشوف وتتعلم الترديع الصح اللي نواخذه يمشون فيه ان شاء الله. انا هذا اللي ابي اشوف ان نتعلم شيء جديد اليوم، ويمكن اخوي عمر تطلع مع حد ويقول لك منو اللي علمك الطريقه الحلوه؟ بعد قلت كلمه خير. لا فعلك طيب. اقول اطمن. اهم شيء كلمه خير. بريان انا متشوق الصراحه اشوف كيف طريقه الترديعات، راح نتعلم شيء جديد ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله يجينا الصيد بترديعاتنا نحن. ان شاء الله. ما الترديعات الجاهزه. هذا نسوي ترديعات مختلفه وان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الحين راح نبدا رحلتنا في طريقه الترديعات، راح نجرب طرق مختلفه وراح نشوف شو اللي راح يضرب معانا في الصيد، وراح ناخذ تفاصيل اكثر مع بريان. خليكم معنا.